نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجراف عن اختيار بنك ستاندرد تشارترد مصر ضمن أكبر 10 اقتصاديات لعام 2030 في العالم. هذا وأوضح المركز الإعلامي أن مصر ستأتي في المرتبة السابعة عالميا، حيث سيسجل الناتج المحلي الإجمالي لها حسب تعادل القوى الشرائية في 2030 حوالي 8.2 تريليون دولار، وذلك مقارنة بوضع مصر عام 2017 والتي احتلت فيه المرتبة 21 بإجمالي ناتج محلي حسب تعادل القوى الشرائية يبلغ حوالي 1.5 تريليون دولار. هذا قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه سيواصل إلقاء الضوء على كافة الأنشطة والإنجازات التي تجرى على أرض مصر، والتي من شأنها أن تسهم في تيسير حياة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة. عبر الهاتف ينضم إلينا الآن للمزيد من المتابعة الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار. دكتور هشام، أرحب بك. صباح الخير، تحياتي لحضرتك والساده المشاهدين. صباح النور يا دكتور. في البدايه، كيف تابعت ما نشره المركز الاعلامي لمجلس الوزراء فيما يتعلق باختيار بنك ستاندرد تشارترد مصر ضمن اكبر 10 اقتصاد في العالم عام 2030؟ والحقيقه مجلس الوزراء بيكون حريص دائما على نشر كل ما يتعلق بالاقتصاد المصري، سواء من معلومات داخليه او ما ينشر من تقارير خارجيه، سواء كان من مؤسسات التمويل او مؤسسات اقتصاديه أو بنوك شهير. الحقيقة ما صدر عن بنك ستاندرد شارتر بالتأكيد هو مسألة هامة للغاية تستحق التركيز والتحليل، لأن الحقيقة هذا التحليل بني على كبر حجم الناتج المحلي، وبالتأكيد ده هيكون متوقف على معدل النمو الاقتصادي المفترض مصر هتحققه خلال السنوات القادمة. بالتأكيد هذا المعدل من النمو الاقتصادي المرتفع المستهدف من جانب الحكومة المصرية يحتاج لعمل كثير وجيد، والحقيقه هذا العمل مش بس هيكون متوقف على اداء الحكومه، لكن كمان هيكون متوقف على اداء مجتمع الاعمال، هيكون متوقف على اداء المواطن نفسه، لانه رفع معدل النمو الاقتصادي واللي هياثر على رفع الناتج المحلي بالطبع هيسبقه رفع تنافسيه الاقتصاد. والحقيقه تنافسيه الاقتصاد لا تتحقق الا اذا كان المواطن نفسه على قدر من التنافسيه مع الدول اللي شمالها هذا التقدير. وبالتالي المساله الاكثر اهميه الى اي مدى مصر سواء كان على المستوى الحكومي او على المستوى الشعبي تتحرك في اتجاه رفع كفاءه الاقتصاد وايضا رفع كفاءه المواطن، لانه المواطن هو راس المال الحقيقي في مش بس في اي اصلاح لكن كمان في اي نمو يتحقق سواء كان داخل المؤسسات او داخل الاقتصاد ككل. وبالتالي هو ده العمل المقترح احنا هنتحرك فيه، عشان كده اهتمام وتوجه الدوله في الوقت الحالي للتعليم والصحة والثقافة اللي هي الحقيقة موجهة للمواطن، كيف يتم رفع كفاءة وتنافسية المواطن المصري علشان ما يصدر عنا من تقارير يكون لدينا القدرة الكافية لتحقيقه على أرض الواقع. نعم دكتور هشام، يعني ربما هذا ليس التقرير الأول، العديد من التقارير صدرت في الفترة الماضية تحديدا عن يعني وضع الاقتصاد المصري وخطة الإصلاح المصرية ونجاحها وما شابه، يعني ربما الأقرب الموافقة على القرض الأخير من البنك الدولي. هذه الصورة كيف يعني تعطيها مصر إلى العالم لجذب مزيد من الاستثمارات؟ هو الحقيقه ما صدر من تقارير بتقسم جزئين، الجزء الاول ما يتعلق ببرنامج الصحة الاقتصادي ومؤشرات مصر الاقتصاديه اللي هي تحسنت تفيدا، والتقارير الاخرى لتضع مصر في موقف تنافسي مع دول اخرى على مستوى الاقتصاد. بالتاكيد كلا النوعين من التقارير هامين للغايه، لانه مساله انه الاصلاح الاقتصادي يحقق مستهدفاته مش بس مستهدفات مؤسسات التمويل لكن كمان مستهدفات الحكومه المصريه. الحقيقه احنا على بعد اشهر معدوده من انهاء برنامج الصحة الاقتصادي مع الصندوق، لكن هيستمر برنامج الصحة الاقتصادي المصري اللي هو الحقيقه لدينا مستهدفات اخرى اعلى بكثير من مستهدفات صندوق النقد فيما يتعلق ببرنامج الصحة الاقتصادي. اتصور انه مصر الحقيقه في الوقت الحالي تظهر المزيد من الجديه والالتزام في اصلاح الوضع الاقتصادي بشكل عام، وان تضع مصر قدمها في مكانه تستحقها بالفعل على المستوى الدولي. الحقيقه اليوم تحديدا شاهدت الظروف انه الرئيس عبد الفتاح السيسي موجود في القاره الافريقيه كرئيس للاتحاد الافريقي، وبالتالي لدينا طموح وفاق كبير للغايه
مش بس لتحسين القدرة التنافسية لمصر، لكن كمان كيف نضع القدرة الأفريقية على الخريطة الدولية، لأنه أيضا القارة الأفريقية لها الحقيقة نقاط قوة كثيرة جدا. مهم أنه في الوقت الحالي القارة الأفريقية تحصل على نصيبها العادل من المساهمة في النمو الاقتصادي العالمي، وبالتالي الحقيقة سقف طموحات مصر مش مقتصر فقط على حدودها الداخلية، لكن بالتأكيد بيتسع للقارة الأفريقية اللي هي بالتأكيد العمق الاستراتيجي لمصر. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا. كنت معي عبر الهاتف الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، شكرا لك. أيضا في ذات السياق ينضم إلينا الآن الدكتور أحمد علي، الباحث الاقتصادي. دكتور أحمد، أرحب بك. أستاذ أحمد، هل تسمعني؟ أسمع مع حضرتك. نعم، أرحب بك مجددا. وأيضا كيف تابعت ما يعني تم نشره عن طريق المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيما يتعلق عن اختيار أحد البنوك مصر ضمن أكبر 10 اقتصاديات في العالم لعام 2030؟ يعني كل هذه التصنيفات اللي ابتدت تتباعها خلال الفترة الأخيرة فيما يتعلق بتحسن تصنيف مصر على كافة المؤشرات الاقتصادية وكافة الأصعدة الاقتصادية، سواء فيما يتعلق بتحسن هيكل الاقتصاد او تحسين بيئه الاستثمار او حتى من ناحيه التصنيف الائتماني، اعتقد ان دي نتائج يعني متوقعه بشكل كبير جدا بعد نجاح كبير تم تحقيقه في اطار خطه مصر للاصلاح الاقتصادي من 16 نوفمبر 2017 وحتى الان. واعتقد ان ده من شانه ان هو كمان بيثبت قد ايه ان احنا كنا جادين في تنفيذ الاصلاح الاقتصادي، وان رغم كل التحديات اللي مرت بيها الدوله المصريه على المستوى الاقتصادي تحديدا، الا ان احنا كنا قادرين بالفعل ان احنا ننهي برنامج الاصلاح الاقتصادي كما هو متفق عليه وكل مرحله باطارها وفقا للقواعد والاجراءات والاشتراطات الاصلاحيه اللي وضعها الصندوق لخطه الاصلاح الاقتصادي المصريه. وبالتالي ده اعتقد ان احنا كمان خلال الفتره القادمه هننتقل لمرحله اخرى، فكره ان احنا نقل ومحاكاه التجربه المصريه في الاصلاح الاقتصادي لكل دول العالم. اعتقد كمان ده هيكون واحد من اهم الملفات والموضوعات الاقتصاديه اللي هتطرح على اجنده الاتحاد الافريقي، يعني خلال ساعات من ترأس مصر للاتحاد الافريقي كتير جدا من الدول الافريقيه يعني بترغب بشكل قوي في التعرف على تجربه مصر في الاصلاح الاقتصادي لمحاكاه هذه التجربه، نظرا انه قد يكون هناك تشابه الى حد كبير جدا ما بين هيكل ودينه الاقتصاد لدى هذه الدول الافريقيه وايضا الاقتصاد المصري. فاعتقد يعني ان حقيقه تجربه الاصلاح الاقتصادي المصريه وضحت قد ايه فعلا ان رغم التحديات الكبيره ورغم العوائق الكبيره جدا اللي كان يعني تم الحديث عنها في بدايه الاصلاح الاقتصادي، اللي احنا قدرنا بالفعل ان احنا ننهي هذا البرنامج بشكل قوي وبنتائج ايجابيه جدا، على الرغم من عايز اقول لحضرتك ان كانت تحديات كبيره جدا، لكن هنرجع ونقول ان البطل الاول في نجاح تجربه الاصلاح الاقتصادي في مصر هو المواطن المصري، لان تبعيات هذا الاصلاح تحملها في المقام الاول هو المواطن المصري. نعم، يعني هذا الاختيار وخطط الاصلاح الاقتصادي المصري في الفتره الماضيه وايضا ما يتعلق يعني بالتقارير التي تصدر بين الحين والاخر عن ان مصر اصبحت دوله جاذبه للاستثمار في هذا الوقت، ماذا نتوقع ربما في القريب العاجل؟ هل نتوقع على سبيل المثال جذب استثمارات من دول لم تكن تستثمر في مصر دكتور احمد؟ خليني اقول لحضرتك ان بيئه الاستثمار او بيئه الاعمال في مصر الان اصبحت مختلفه. بمعنى ايه؟ من الطبيعي جدا ان كل دول العالم بتستثمر خارج محيطها او خارج حدودها في دول اخرى وفقا لنوع الاستثمار اللي بيتراءى ليها ان هو جذاب او هيقدر ان هو يحقق ليها عائد ايجابي واستثماري في هذه الدوله. لكن الفرق بقى في الوضع المصري حاليا ان مصر تحولت الى مركز اقليمي للاستثمار، وده شيء مهم جدا لان حضرتك موقعك الجغرافي في المقام الاول، الاصلاحات اللي عملتيها في بيئه ومناخ الاعمال داخل الاقتصاد المصري فيما يتعلق بقوانين وتشريعات قانون الاستثمار او حتى في فكره انشاء المناطق اللوجستيه في مصر زي المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس وخلافه، ده اصبح او بيفرض على عديد من الاقتصادات اللي ما كانتش بتتواجد داخل الاستثمار المصري او الاقتصاد المصري على مدى سنين طويله ان هي تتواجد علشان تقدر ان هي يبقى لها موطئ قدم في مجريات اللعبه الاقتصاديه الاستثماريه في منطقه البحر الابيض المتوسط ومنطقه افريقيا على وجه التحديد. فاعتقد ان ده يعني مصر الان اصبحت يعني محط انظار العديد من الاستثمارات العالميه، لان شايفه ده هيكون مكسب ليها التواجد داخل الاقتصاد المصري. نعم، وصلت الصوره. انا بشكرك شكرا جزيلا. كنت ضيفي عبر الهاتف استاذ احمد علي الباحث الاقتصادي، شكرا جزيلا لك.